إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أخوة الإسلام، أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هناك عباد لله سبحانه وتعالى مجهولون في الأرض معلومون بين أهل السماء، فلنسعى في هذه الدنيا أن نكون منهم. الأمر بين يدي الله تبارك وتعالى، لا بالجاه ولا بالسلطان ولا بمنصب ولا أي شيء في هذه الدنيا، إنما الله تبارك وتعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما تتفكر في أمر وهو أمر خطير، عندما تتفكر في يوم وفاتك، يوم إن أنت ملك الموت يدخل يقبض الروح، هذا اليوم أي واحد فينا لا يستطيع أن يعلم هل هو من الصالحين أم غير الصالحين. مهما عمل في الدنيا، صلى وصام وزكى طلع صدقات وأطعم فقراء ومساكين، عمل كل شيء، ولكن هذا الأمر حجب عنا، وحجب هذا الأمر له دلالة وله غاية. غايته أن تكون دائم الحرص والإخلاص لله رب العالمين، أن تكون خايف، لأن لو الإنسان اطمأن لن يفعل شيء. تجد أن الإنسان الذي أسرف في حق نفسه بالمعاصي تجده غير خائف من الله، مش خائف، ولذلك هو يسرف، يزني دائما، يسرق دائما، يفعل الكبائر ولا يرجع، قلبه أصبح عليه رام سواد بسبب المعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء. نقطة سوداء، كل ما يعمل الذنوب النقطة تزيد في القلب حتى يصبح أسوداً. السواد ده الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب اللي كانوا بيعملوه في الدنيا من أعمال غير صالحة، أعمال سيئة وكبائر وخطايا، القلب أصبح عليه ران سواد وصدأ. تجد أن أمر أن أنت تفكر في يوم الوفاء هل سيدخل عليك ملائكة سود الوجوه ومعهم مسوح من النار، ولا ملائكة معهم كفن من أكفان الجنة، الموضوع ده لو أنت فكرت فيه هتجد أن أنت لازم أن أنت تكون دائم الحرص على الطاعات لهذا اليوم. الله تبارك وتعالى لما قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تحتمل الآية معنيين. معنى أن أنت تتقي اليوم اللي أنت هترجع اليوم مماتك، اللي أنت هترجع فيه، ما خلاص انتهت الدنيا، وهذا اليوم واتقوا يوما ترجعون اللي هو يوم القيامة، فيحتمل أنه هو يوم الوفاة بتاعتك، أن أنت تتقيه تخاف منه،
إن يا ترى اليوم ده هيبقى وضعه إيه؟ هل سيكون لك حسن خاتمة أم سيكون سوء خاتمة؟ هل ستدخل ملائكة سود الوجوه أم ملائكة بيض الوجوه؟ هل ينادي على الروح يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب ده بسبب العمل اللي أنت عملته في الدنيا؟ أم يا أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث؟ لما تفكر في الأمر ده يجي لك خوف، خوف ما بتصليش تصلي، أنت بتتعامل بربا تترك الربا مخافة هذا اليوم، لأن حجب عنا هذا اليوم، وحجب هذا اليوم عنا دلالة أخرى أن تكون مستعد دائما. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اجتهد اشتغل وازرع واعمل كأنك تعيش عشان نعمر الأرض، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، آخر ظهر النهاردة، آخر عصر، آخر سنة هتيجي عليك النهاردة صل السنة، أنت بتعمل لدي عشان أنت بكرة رايح القبر. هذا ما يجب أن يكون. هناك عباد لله تبارك وتعالى لهم أعمال خاصة، الأعمال الخاصة دي اللي بتكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ولا يطلع أحد عليها. هذه الأعمال بتجعل قرب بين يدي الله تبارك وتعالى ودرجة ومكانة ومنزلة عالية. نأخذ أمثلة على ذلك، وإن إحنا نحرص على مثل هذه الأعمال اللي يكون فيها خفاء. كلمنا في الخطبة الماضية عن الصدقة، وأقول لك إن الصدقة ما تروحش تتصدق وتروح البيت تقول لمراتك ولا تقول لأبوك ولا تقول لأمك ولا تقول لحد، علشان ما يحصلكش إعجاب بالأمر، إن أنت تخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه في خفاء. لما تصدق تصدق بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز ثناء من حد ولا حد يتكلم عليا ولا كذا، خلاص هذا أمر بيني وبين الله تبارك وتعالى. فتجد أن هناك عباد لله تبارك وتعالى مجهولون في الأرض، محدش يعرفه، ومش في وجهاء الناس، يعني مش في دايما مش في المقدمة، محدش يعرفه، ولكنهم معروفون في أهل السماء، معروفون بين أهل السماء الملائكة، الملائكة عرفهم والناس جهلهم. هؤلاء منهم الذين يصلون الفجر في جماعة كما قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. مجموعات قليلة، ناس قليلة اللي بتقوم علشان تصلي الفجر، فلهم درجات عالية بين يدي الله تبارك وتعالى. منهم الذين هم بارين بآبائهم وأمهاتهم. البر باب مباشر إلى جنة الله تبارك وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هل البر هو أن أنت تسمع الكلام وفقط، أن أنت لا تقول أف وفقط؟ إن لا، لم يكن هذا بر فقط، هذا من البر، ولكن البر أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، طول ما هم عايشين وانت معاهم بالمعروف. هذا الأمر باب إلى جنة الله تبارك وتعالى واستجابة للدعاء، تكون من عباد الله الذين لو أقسموا على الله لأبرهم، ولو دعوا الله تبارك وتعالى لاستجاب لهم. يعني عندك في البيت باب إلى الجنة، وعندك أمر يخليك لما ترفع إيدك إلى الله تبارك وتعالى تدعو بأي شيء يستجاب لك، والدتك أو والدك لو عايش. في أحد التابعين، والتابعي هو اللي ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي هو اللي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وشافه، قعد معاه وشافه وراح معاه غزوات، ده اسمه صحابي. تابعي إنه ممكن يكون عايش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يراه، ما شافوش ولا التقى معاه ولا قعد معاه، بيطلق عليه تابعي. واحد من التابعين
وهو أعلى درجة من في التابعين، أفضل التابعين على الإطلاق. هذا كان يعيش في اليمن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. منعه أسلم ومنعه أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقعد مع النبي في المدينة واليمن بجوار السعودية المملكة العربية، يعني الأمر مش مسافة بعيدة ولا كذا، ولكنه منعته أمه. أمه كانت عايشة معه. هو قال أنا بر وقعدتي مع أمي ورعايتي لها، لأن أمه أصبحت لا ترى والحركة بتاعتها أصبحت ثقيلة، فمش هيسيبها ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم. آثر أنه يقعد وأنه لا يأخذ لقب صحابي. كلمة صحابي دي مذكورة في أحاديث النبي، وله فضل للكلمة نفسها، ولكنه جلس بجوار أمه يرعاها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يذكر اسمه ولم يذكر اسم تابعي قط إلا سيدنا أويس القرني رضي الله عنه. قاعد مع الصحابة، خلي بالك أنا أقول لك عباد مجهولون في الأرض معلومون في السماء، الوحي اللي بيتكلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو أن الوحي خلاص انتهى الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس كثر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم مجهولون في الأرض مش معروفين، ولكنهم معلومون في السماء، لم يتكلم عنهم الوحي، ولكن سيدنا أويس تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مثالا يحتذى به، نحن نتبع اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة وكبار الصحابة السابقين الأولين في الإسلام، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي وكبار الصحابة قاعدين. قال صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم من مدد اليمن. المدد اللي كان بيأتي للجيش، ما هي كانت كل الجزيرة كان يأتي منها مدد للمدينة علشان الجيوش ويا طلعت حاب. فالمدد اللي جاي ده هيجي في واحد من اليمن اسمه، النبي قال اسمه أويس القرني. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه قال كان به برص شفي منه إلا موضع درهم، كان بمرض البرص اللي بيأتي في المرض الجلدي، وشفي منه ما فيش إلا موضع درهم في الجسم بتاعه. له أم هو بها بار، النبي يقول له أم وهو بار بأمه، لو أقسم على الله لأبر، مستجاب الدعوة، إن استطعت أن يستغفر الله لك فلتفعل. بيقول لمين؟ لسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي مبشرين بالجنة، بيقول لهم عن تابعي. ثم قال يا عمر إن استطعت أن يستغفر الله لك فافعل، وجه كده خطاب لسيدنا عمر وقال له يا عمر لو أنت استطعت إن هو يستغفر لك فافعل. سيدنا عمر ما شيلش الكلمة من دماغه. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، طول ما النبي صلى الله عليه وسلم عايش من بعد هذا الحديث، سيدنا عمر ما فيش وفد يأتي من اليمن إلا ويسأل عن أويس القرني. لك أن تعلم إن لما سيدنا عمر يقول يا أهل اليمن، الوفد اللي جاي، أتى أحد منكم يعلم أويس القرني؟ فيقولون جميعا لا أحد يعلمه، محدش يعرفه، مش مجاش، لا إحنا ما نعرفش اسم حد بالاسم ده، مجهول في الأرض
محدش يعرف في الشهرة ولا سمعة ولا كذا ولا ماشي يتباهى بعمل عمله ولا أي شيء خفاء للعمل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يموت سيدنا أبو بكر يأخذ الخلافة، وسيدنا عمر في كل موسم من مواسم الحج يروح في أرض منى وعرفات، يأتي إلى وفد اليمن اللي جاي علشان الحج ويقول يا أهل اليمن أفيكم أويس، يفضل لغاية لما سيدنا أبو بكر يموت رضي الله عنه ويمسك الخلافة سيدنا عمر وهو أمير المؤمنين. عمر أول من أطلق عليه لقب أمير المؤمنين، كل موسم كل موسم قعد خليفة المسلمين 10 سنين سيدنا عمر، كل سنة في مواسم الحج في موسم الحج يأتي ويطلع هو أمير المؤمنين، يعني ليس رئيس دولة، أمير المؤمنين، يخرج ويقول يا أهل اليمن أفيكم أويس بن عامر القرنين، فيقولون لا نعلم أحد. حتى السنة اللي قبل ما سيدنا عمر يموت فيها، يعني بعد 9 سنين من خلافته، في يوم في عرفات فقال يا أهل اليمن أفيكم أويس بن عامر، فقال اللي هو اللي جاي بالوفد قال لا نعلم أحد اسمه أويس القرني إلا ابن أخ لنا، ابن أخ لنا وهو يرعى إبل، ما يعرفوش، ما حدش يعرفه. فسيدنا عمر خليفة المسلمين قال دلوني عليه، هو فين؟ عايز يرى أين مكانه، فدلوه على مكانه فإذا به بإبل يرعاها، وإذ به يطف، هو سيدنا عمر راح هو بيصلي، فلما نظر إلى أوصافه كما قال صلى الله عليه وسلم عبد ذات امرين لابس صوف، لابس صوف إزار ورداء خشن، لأنه كان يترك اللباس الناعم لأمه من بر باب، كان يلبس اللباس الخشن ويترك لأمه، ولم يأتي إلى المدينة وبجوار المدينة، نتكلم عن سنوات، إلا بعد أن ماتت أمه. فلما رأى سيدنا عمر عالم الأوصاف فلما كلمه قال من أين أنت؟ قال أنا من اليمن. قال ما اسمك؟ قال اسمي عبد الله. قال كلنا عبيد لله. ما اسمك؟ اسمك الحي، ما انت ممكن تقول أنا عبد الله، انت عبد لله، ولكن اسمك إيه؟ قال أويس. قال أويس القرني؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السنوات كلها يقول فيك يأتي عليكم من مدد اليمن رجل اسمه أويس القرني، إن استطعت أن يستغفر الله لك فليفعل له أمه وبها بار، فاستغفر لي. فاستغفر له سيدنا أويس القرني. من الذي يتكلم إنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه؟ استغفر لي فاستغفر له. قال له أين تذهب يا أويس؟ رايح فين؟ قال الكوفة، رايح الكوفة في العراق. قال أكتب إلى والي الكوفة، يعني يكتب إلى والي الكوفة أنه يكرمه كذا. قال لا يا أمير المؤمنين، أريد أن أكون بين الناس، عايز أكون بين الناس، محدش يعرفه وكذا، وأنه ده مستجاب الدعوة وأنه هو كذا. فلما لم يرضى بشيء، يعني سيدنا عمر رضي أنه يكرمه بأي حاجة، ولكن لم يرضى بشيء إلا أنه توجه إلى الكوفة، وظل إلى خلافة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومات واستشهد يوم صفين وهو يقاتل مع سيدنا علي رضي الله عنه. هؤلاء مجهولون في الأرض معلومون في السماء، لله قوم أخلصوا في حبه فاختصهم ورضي بهم خداما، قوم إذا هجم الظلام عليهم قاموا فكانوا سجدا وقياما، يتلذذون بذكره في ليلهم
ونهارهم لا يفطرون صياما، فسيفرحون بورد حوض محمد صلى الله عليه وسلم، وسيسكنون من الجنان خياما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. هناك رجل اسمه زاهر من الصحابة رضي الله عنه، وكان يسكن البادية. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عنده إذا ذهب في البوادي. المدينة اسمها المدينة، زي الحضر. الأرياف هي البوادي، القبائل اللي موجودة في الجزيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان داخل الجزيرة في مكان، كان ينزل على سيدنا زاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما سيدنا زاهر يأتي إليه في المدينة كان بيكرمه رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل أحد معه شيء حتى لو بسيط جدا إلا وكان يرده أشياء كثيرة. ففي يوم سيدنا زاهر أتى إلى المدينة، فلما هو يسير في طرقات المدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وأمسكه، مسكه وقال بأعلى صوته: من يشتري العبد؟ يمزح معه. من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فسيدنا زاهر قال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا، أنا بضاعة مش مرغوبة فيها، يعني محدش راغب فيها، إذا تجدني كاسدا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولكنك عند الله لست بكاسد. موازيننا، موازين البشرية شيء، وموازين الملك سبحانه وتعالى شيء آخر. لما يضحكون من دقة ساق سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كانت الساق بتاعته رجله نحيفة، فلما انكشفت ضحك الصحابة عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجبون من دقة ساقه؟ لساق في الميزان عند الله يوم القيامة أثقل من أحد. موازيننا شيء، وموازين الملك سبحانه وتعالى شيء آخر. هذا الذي زوجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا جليبيب لما خطب له، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما خرج مع رسول الله ما كانش لا في جاه ولا في كذا ولا في وجهاء القوم ولا من كبار الأوس ولا من الخزرج ولا غيره، رجل دميم الخلقة ما كانش حد يرغب فيه، فقير مسكين. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أحد من الأنصار وأراد أنه يخطب ابنته وزوج سيدنا جليبيب للبنت. فلما تزوج سيدنا جليبيب أتى داعي الجهاد، طلع مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهت الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا فابحثوا عن من فقدناه. ذهبوا فوجدوا، رجعوا قالوا له: يا رسول الله، وجدنا فلان وفلان. ارجعوا تاني، راحوا تاني. لما قالوا: يا رسول الله، ما عادش حد، خلاص الأحياء موجودين والأموات موجودين الذين استشهدوا. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيبا، أنا مش شايف جليبيب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يسقط منه أحد، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي مع الصحابة كان يبقى في المقدمة، مش ماشي أول واحد، كان يمشي آخر واحد. كان الجيش يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الجيش ينطلق يكون النبي جاي وراه، ما كانش يمشي أبداً في مقدمة الناس حتى لا يسقط خلفه أحد، ما يسيبش حد وراه. هذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم في مشي وحركاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيش اهتمام، سيدنا جليبيب عبد فقير أو كذا، ما فيش اهتمام به. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيبا، انظروا إليه. ذهبوا فوجدوا سيدنا جليبيب مات، استشهد، وبجواره سبعة من المشركين، قتلهم ثم قتلوا، يعني قتل سبعة وبعد كده هو استشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه يقول: فلم يكن، روي الحديث من الصحابة قال: فلم يكن له سرير إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. السرير بتاعه هي أيدين النبي، شايله
صلى الله عليه وسلم، وهو من تكفل بدفنه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مجهولون في الأرض، معلومون في السماء. وهذا الذي عبد الله ذو البجادين لما وقف النبي في قبره وهو يدفنه بنفسه، وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر هم الواقفين وبيدلّي سيدنا عبد الله ذو البجادين للنبي، بينولوه، ما فيش الجنازة، هم الثلاثة رسول الله وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، والنبي واقف في اللحد بتاعه بنفسه صلى الله عليه وسلم، وأخذ دلية لصاحبكم، أموع بدلية لسيدنا عبد الله ذو البجادين، أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم ولحدوا وحطوا على جنبه اليمين في اللحد، وهو لسه في داخل القبر رفع يديه بالليل، والجيش المسلمين نايم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود هو من يروي يقول: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع عبد الله ذو البجادين في لحده وقال: اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه. فقال سيدنا عبد الله ذو البجادين سيدنا عبد الله بن مسعود: فتمنيت أني صاحب الحفرة، تمنيت إن أنا اللي أكون اللي بتدفن دلوقتي. هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر في الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والخير موجود إلى الآن في رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أسأل الله الكريم أن يخرجنا من دنيانا بتوحيد خالص له. اللهم أخرجنا من دنيانا موحدين، نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك أن نشرك بك ونحن لا نعلم. اللهم يا كريم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا كريم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد فتيات المسلمين، اهد زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا، واجعلنا جميعا هداة المهتدين يا حنان يا منان. اللهم رحمك بنا إذا ما نزلت بنا السكرات، ورحمك بنا إذا ما حملنا على الأعناق، ورحمك بنا إذا ما دخلنا إلى قبورنا، ورحمك بنا إذا ما أغلقت علينا القبور، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا عظيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، ولقنا حجتنا في قبورنا، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وتولى أمرنا واجبر كسرنا، وآمن روعنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمعنا جميعا في جنتك وأنت راض عنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم بيض وجوهنا بين يديك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف من يتألمون ولا يتكلمون ولا يعلم بحالهم إلا أنت. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، وألبسهم ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. عجز الأطباء وأنت رب الأطباء، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. من كان منهما حيا فأطل في عمره، وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره الرحمات، ووسع له في قبره مد بصره، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل النصير، اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم انتقم منهم ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرنا فيهم يوما تشفي فيه صدور قوم مؤمنين. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عن أهلنا في غزة، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرجا قريبا عليهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا ذا المن والعطاء، اللهم فرجا قريبا عليهم تسعد به قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كريم يا حليم بلغ سلاما منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
واجمعنا به وصحبه الكريم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان في الفردوس الأعلى وعلى حوضه، فنسقى من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه والتابعين، وأقم الصلاة.